مجنونة إني جيت قعدت معاكم هنا. لا 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 حرام حرام حرام. أهلا بيكم في واضح ما في تعب. يا بمنتهى السهولة أنا ببكي على طول. أرجع طفلة وما اختارش الفن، أختار أي حاجة تانية وأعيش عيشة عادية خالص زي كل الناس ما عايشة. تحرجني في حاجات كتيرة جدا، مش عشان أنا في تعب يعني، هما الناس شايفين الشخصية القوية بتاعتي، بس أنا مش كده خالص. طيبة طيبة قوي زيادة عن اللزوم قوي. اني اخلي بالي عشان خاطر حكاية الكورونا دي مخلية بالي بقالي 3 سنين ولا سنتين من يوم الكورونا ما خرجتش من البيت خالص، يعني ما كنتش مصدقة ان فعلا قد كده في جدية في الموضوع، كنتش واخداه كده، كنت واخداه هزار ولكن بعد كده خلاص ما خرجتش من البيت، قعدت 2 سنين ما خرجتش من البيت ولا بدخل حد البيت خالص. كل معجبيني وكل الفانز بتوعي بيقولوا لي يا فوفا. كان قبلها بيوم بقول يا رب انا انام واقوم ما لقاش اللي في نت ولا لا حاجه، سرقنا سرق حياتنا وسرق وقتنا وسرق كل حاجه. اسعد يوم في حياتي طبعا لما ولادي جابوا لي احفاد. شكرا واضح، بحبكم قوي.